الأهلي وفيتا كلاب بعد بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا في بداية دور المجموعات في بطولة الكبار، ودايما لما نقول بطولة الكبار نحط تحتها تاني مليون خط أحمر، بطولة الكبار فقط لا غير. الأهلي إن شاء الله يشرفنا بعد بكرة الحديث عن هذا اللقاء وأهميته. معايا النجم أحمد ثابت محلل الأداء عشان يتكلم عن كل تفاصيل هذا اللقاء. منور يا دكتور. ده نور حضرتك ودايما متألق، وكل سنة والسادة المشاهدين وكل سنة حضرتك بخير، وإن شاء الله 2019 كده يكون عام أهلاوي بإذن الله، سواء للنادي الأهلي وعلى منتخب مصر بإذن الله في كأس الأمم. يا رب. دكتور ولا كابتن بقى؟ الاثنين. دكتور الكابتن. منور الدنيا يا دكتور أحمد. تعالى نطلع بسرعة نشوف تقرير عن هذه المباراة ونرجع نتكلم بقى فيها مع حضرتك عن كل التفاصيل الفنية لهذه المباراة. الأهلي وفيتا كلوب الكنغولي مباراة مهمة جدا. يلا لنا بقى نقاط القوة والضعف زي ما انت معود السادة المشاهدين كده، اكشف لنا كل اوراق هذا الفريق الكونغولي. طبعا الاول فريق فيتا فرقة من الفرق المتمرسة جدا في افريقيا. طبعا. فريق يعني معروف لسه حتى السنة اللي فاتت او 2018 كان بيقابل في النهاية الرجاء، ويمكن كان خسران 3-0 ورجع، كان هيرجع، كان قريب برضو ان هو يرجع 3-1. فرقة تقيلة، حتى عملت برضو مع نادي المصري مباراة تقيلة، كسبوا 4-0، مشوا مشوار بعد كده نهضة بركان برضو قبل كده كسبوهم، عاملين مشوار تقيل قوي في الكونفدرالية. فرقة يعني فرقة بصراحة هي فرقة من المرشحين ان هي توصل بعيد مع النادي الاهلي طبعا في البطولة بالتأكيد. هي تاريخهم، نحب الاول نتكلم على تاريخ النادي فيتا كلوب. النادي ده تأسس سنة 1935، يعني بطولاته حصل على دوري ابطال افريقيا مرة واحدة بس، كانت سنة 73، وصيف دوري ابطال افريقيا مرتين، 81 و2014. تمام. وطبعا وصيف الكونفدراليه 2018. ده طبعا تاريخيا. بالنسبه بقى للفريق عامه، هو معاه ماسكهم مدرب اسمه فلورنت ايبنجي، مدرب كونغولي ومعاه جنسيه فرنسيه. تمام. ماسكهم من امتى؟ من 2012. يعني بقاله 7 سنين معاهم. على فكره ماسك منتخب الكونغو في نفس الوقت، يعني هو لما نبقى نلعب كاس الامم هنلاقيه جاي مع منتخب جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، هتلاقيه بيدربهم. يعني في فترة التجمعات بتاعة المنتخب تلاقيه مع المنتخب، وفترة الأندية تلاقيه مع فيتا كلوب على طول. مدرب شاطر جدا، حتى لما نيجي نتكلم عليها نلاحظ حاجات كتير جدا، ان هو مدرب متمرس بيعرف يرى المباراة صح، عنده تعود بشكل كبير جدا على الفرق الأفريقية. لا فريق تقلق منه طبعا، ولكن زي ما احنا تعودنا كده لازم ندرس نقاط قوته ايه، واكيد ليهم نقاط ضعف هنتكلم فيها. تمام. اول حاجة عندنا التشكيل المتوقع بتاعهم بنسبة 99% اللي هيلعبوا بيه. طريقة لعبهم ثابتة اللي هي 4-3-3 او 4-1-4-1، ثلاثة ارتكاز دايما، طرفين، مهاجم. الحارس بتاعهم هو الوحيد اللي مش كونغولي، اسمه نيلسون لوكونج، كاميروني، 38 سنة، ويعني داخل في 39 سنة، حارس كبير يعتبر كبير كمان. ولكن انا بعتبره من نقاط الضعف. نيلسون لوكونج ده هنتكلم عنه من نقاط الضعف، ان هو عنده العرضيات، يعني التراي بتاعه التراي بتاعه هو شبيه بالحضري دلوقتي. يعني الحضري طبعا زمان كان حاجة عظيمة وما زال يعني، ولكن في السنة دي الحضري مع التراي ومع السن ومع المرونة أكيد طبعا عامل السن بيفرق بشكل كبير جدا. لما واحد بيوصل 39 أو 40 في الكورة حتى المرونة بتاعته خاصة مع حارس المرمى. بس يعني الحضري كان 39 أو 40، خلي بالك الحضري السنة دي بس هو اللي يمكن اللي مستواه تراجع. الحضري 45 سنة 46 سنة كمان. هو نفس الحكاية، وصل للسن ده في حتة المرونة والتراي بتاعته مش قوي، حتى نسبة الأهداف لما نلاحظ في بعد كده لما نتكلم في الضعف هنلاقي تسديدات كتير جدا، اكتر تمام. معدل بالتسديدات، فدي بتدل ان ده هيبقى نقاط ضعف. معاهم بقى الاثنين المساكين اللي هيلعبوا، كوبا رقم 26 ويانيك بنجالا رقم 24. الباك اليمين اسمه شاباني، عنده 25 سنة. الباك الشمال موزينجا، وده في كلام ان هو ممكن يروح النادي المصري في اليومين الجايين. معانا التشكيل بالاسماء، معانا التشكيل. موزينجا رقم 14. ده الباك الشمال. اللاعب الارتكاز اسمه تونومبي رقم 22، ده الارتكاز الدفاعي. ده قدام حضراتكم اهو التشكيل اللي عامله احمد ثابت، وبيقول بنسبه 99% هتشوف التشكيل ده امام النادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله. مش هيخرج طبعا. هو المدرب بتاعهم اللي في الصوره اللي هو فلورنت ايبنجي. الاربعه المدافعين قدامهم تونومبي. نركز بقى في الاربعه اللي تحت راس الحربه. أوكي. دول منتهى الخطوره. اللاعب فابريس نجومه ده اللي كان قريب جدا ان هو يجي النادي الاهلي في الفتره الاخيره، رقم 8، لعيب عنده قذايف في رجله، صواريخ. رقم 6 مونجانجا، والجناح اليمين كاسينجو اللي هو عنده 26 سنة، ولوكومبي رقم 11، وفي البديل بتاعهم ملوكو رقم 21. ده لو التغيير حصل هيبقى مثلا في لوكومبو نزل مكانه الجناح التاني ملوكو، ولكن ده الأقرب. لكن أخطر حد فيه من رقم 8
رقم 8 والمهاجم نجومة. وجين مارك ماكوسو ده اهم ماكوسو. مفتاح لعب عندهم الاثنين دول رقم 8 وجين مارك ماكوسو خطيرين جدا جدا جدا. على فكره يمكن ايه اللي اختلف في التشكيله دي عن السنه اللي فاتت بتاعه الكونفدراليه؟ هم اثنين لعيبه بس اللي مشهم، امومو اللي كان الارتكاز راح سموحه اللي احنا شفناه في ماتش سموحه. كان واضح ان هو لسه بقاله فتره بعيد عن الماتشات، ده اللي ما ايه مشى من التشكيله. اللعيب الثاني برده اللي مشى من التشكيله رقم 7 اللي هو كان اسمه باتزيو. باتزيو ده راح اتحاد طنجة اللي هيلعب الزمالك يوم الاحد. فدول الاثنين اللعيبه بس اللي مشوا من الكونفدراليه. اذن الفريق لسه زي ما هو مع نفس المدرب، دعمه باللاعب رقم 27 ده كياسينجو هو اللي بدا يدخل في التشكيله ونفس التشكيله ما اتغيرتش. اذن التشكيله يعني بقالها سنتين بنفس الموال ده، يعني حافظين بعض، مش مفيش تغييرات مثلا زي اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي بتدخل صفقات وبتخرج صفقات، لا دي لعيبه حافظه بعض، المدرب حافظهم وفريق متمرس جدا معهم. في افريقيا 8 سنين من 2012 يعني داخل في 7 سنين بالظبط. فالمدرب حافظهم، فالفرقه لا الفرقه طبعا قويه جدا، وفريق زي ما احنا شايفين كده التشكيل. يمكن هنعلم على اللعيبه المميزه قوي او النجوم قوي المهاجم جون مارك ماكوسو، ده كان في كلام ان هو ممكن يروح الرجاء في خلال اليومين الجايين، وفابريس نجومه اللي كان عليه كلام مع النادي الاهلي. ده يمكن ده التشكيل. لما نتكلم بقى في نقاط القوه، ايه نقاط القوه عندهم؟ انت قلت دلوقتي نقاط القوه بس هنقولها بالرسم البياني. مهم جدا توقيت احراز الاهداف في الكونفدراليه. هم جابوا كام جون؟ جابوا 25 جون في البطوله. نلاحظ ان هم جايبين من الدقيقه 45 ل 60 32%، من الدقيقه 60 للدقيقه 75 16%، من الدقيقه 75 ل 90 28%. لما نيجي نجمعهم على بعض هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان 76% من اهداف فيتا في الشوط الثاني. تمام. 76% يعني نسبه رهيبه، يعني تقريبا كل اهدافهم في الشوط الثاني. ودي حاجه تخوفك. فدي حاجه تخوفك. طبعا. تاكد حاجتين، ان معاهم رقم واحد مدرب بيعرف يرى الماتش صح، بيعرف يغير صح. بالظبط. تاني حاجه ان هم فريق بدنية. قوي جدا بدنيا. برافو عليك. فريق هم اغلبهم اجسامهم مليانه يعني عضلات، قوه بدنيه رهيبه، الالتحامات والقوه البدنيه عندهم في منتهى يعني القوة البدنية. فده دي نقطة. واحنا بصراحة شديدة احنا في اخر ماتشين واضح ان احنا عندنا تراجع بدني في الشوط الثاني. امبارح ولا اول امبارح ماتش سموحة اتراجعنا في الشوط الثاني، والماتش اللي قبله برضو كان الشوط الثاني واضح ان احنا عندنا حتة التراجع البدني. فاذا برضو لما نيجي نشوف الرسم البياني امتى بيستقبلوا الاهداف، هنلاقي ان هم بيستقبلوا الاهداف في الاول. لكن تمام. بيدخل يعني هم بيجيبوا الاهداف في الشوط الثاني. ودي من نقاط الضعف. فدي تبقى من نقاط الضعف. طبعا هم ازاي بقى بيسجلوا الاهداف؟ طب هم ال 25 جون دول جايبينهم ازاي؟ هنلاقي اغلب الاهداف بتاعتهم هجمات مرتده، يعني الرسم البياني اهو 20% هجمات مرتده، 20% تسديدات من بره، من بره ال 18 اللي هو فابريس نجومه رقم 8 بالظبط. فهتلاقي اغلب اهدافهم يا هجمه مرتده. هم يا كابتن ميدو عندهم سرعه تحول رهيبه من الدفاع للهجوم، فرقه في منتهى القوه البدنيه ومنتهى السرعه. فالهجمات المرتده هم خطيرين فيها جدا، التسديدات سواء من بره منطقه الجزاء او ضربات ثابته. لما نيجي نشوف الرسم البياني هنلاقي 20% هجمه مرتده، 20% تسديده من بره منطقه الجزاء، 12% ضربات ثابته. يعني ايه؟ يعني لو جمعنا 20 و20 و12 40 و12 يعني حوالي 52، هنلاقيهم هجمات مرتده وتسديدات 40 و12 61. اذا لازم نخلي بالنا عشان في ناس بتقعد تدقق لنا 40 و12 يا جماعه 61 احمد غلط. اتفضل 62 40 و12 62 شفت انا اللي غلطت. 52 40 و12 20 ايه ده؟ 52 انا اسف. عشان بس في ناس بتقعد لنا على الواحده. في طبعا 12% اختراق من العمق وعمل تمرير طولي للمهاجم. وهنا في لينك ما بين الاختراق من العمق وعمل التمرير الطولي والهجمات المرتده. يعني هم بيعملوا ايه؟ الهجمه المرتده دايما، عشان كده قلت لحضرتك ماكوسو ده اخطر واحد، يجمعوا اللعب ويطلعوا على ماكوسو، وتلاقي سرعه تحول من الدفاع للهجوم. تلاقي الاربعه اللي تحت راس الحربه جوه منطقه الجزاء عندهم. فدي حاجه يعني خطيره جدا. في برضه من ضمن الحاجات اللي هتكلم فيها عرضيه من الجبهه اليسرى للمهاجم ماكوسو. مهاجم ماكوسو ده دايما بيقطع القريبه. لو عرضنا بقى الصور ونطبق الكلام ده ازاي هم بيطبقوا الهجمه المرتده، ازاي بيسددوا، ازاي بيعملوا العرضيه، هنشوفها في الصور اللي جايه. تعالى نتكلم الاول على 52 نسبه كبيره جدا. تتكلم في كاونتر اتاك، تتكلم في كور ثابته، 52% نسبه كبيره جدا لفرقه يعني عندها الحاله الهجوميه بتاعتها طبعا صعبة جدا على النسب اللي انت بتقولها دي. طبعا هم اغلب اهدافهم هجمة مرتدة، يعني هم هيجوا يدافعوا قدامك. يعني هم بدليل ان هم على ملعبهم مش هيبقوا خطيرين زي بره ملعبهم. لان هم ميزتهم في الهجمة المرتدة، ميزتهم في التسديدات، ممكن يخطفك بواحدة.
فده دليل ان لا انت لازم تقلق منهم، لازم اللعيبه سواء هشام محمد عمرو السوليه لازم تعمل بلوك على حته التسديدات، لازم الشناوي يكون صاحي تمنع التسديدات من خارج ال 18 مهمه جدا. دي اول صوره معانا. احنا قلنا طبعا من ضمن نقاط القوه ايه؟ الهجمه المرتده. لو شفنا الصوره هنلاقي واحد اثنين اللي عليهم اللي هي العلامه البيضاء دي، اربع لعيبه دي هجمه مرتده قدام الرجاء اتحولوا بمنتهى السرعه. اللي معاه الكوره ده ماكوسو رقم 29 تمام، هو في لابس في البطوله الجديده 10 تمام، البطوله القديمه في الكونفدراليه كان لابس 29 تمام. هنلاقي ان هم بيطلعوا عليه بنفس الشكل ده، وتلاقي الاربعه اللي تحته قطعوا عندهم سرعه تحول رهيبه من الدفاع للهجوم. الكره دي اتكررت كتير جدا في ماتشات بنسبة فيزا بنسبه 20% زي بنسبه 20%. لو عرضنا الصوره اللي بعدها هنلاقيها نفس الشكل، ده ماتش تاني خالص، ده نهضه بركان نفس الشكل، طلعوا برده على ماكوسو وتلاقي الاربعه بنفس الشكل. اذا الفريق ده خطر جدا في الهجمه المرتده، في سرعه التحول من الدفاع للهجوم، بيطلعوا من على جان ماركو ماكوسو، سواء بقى هترتكب معاه فاول، هتمنعه ان هو يحضر الهجمه، هتخلي بالك من عمرو السوليه وهشام ان المهاجم ده بينزل يسقط معاهم، هل مثلا كولوبالي او ايمن اشرف هينزل يسقط معاه، هيفضي مساحه وراه؟ كل دي اسئله لازم طبعا مارتن لاسارتي يكون عارفها وهيجاوب عليها بشكل كويس بالتعليمات في المتعارف عليه ان هو بياخد واحد من الديفندرات. طبعا الديفندرات والمساك، هل المساك هينزل مع ماكوسو فهيفضي المساحه وراه؟ فهتبقى دي صعبه جدا دي، فهتبقى مثلا مساحه خاليه لعلي معلول، هو ده اللي بيعمله جان مارك ماكوسو، بيسحب معاه المساك وبيفضي المساحه وراه مثلا في ظهر علي معلول. فدي حاجه هتبقى مهمه جدا ان الاثنين الارتكاز لازم يكونوا في منتهى القوه، والاثنين واثنين مساكين ما يندفعوش وراه طبعا، هو يسيب مكانه. وهل مثلا ممكن تلعب بثلاثه ارتكاز في ماتش زي ده، اربعه زي ما انت ما لعبت مثلا لاعب رسالت 4-3-3؟ فانا لسه كنت بسال ياسر رضوان هل هتبقى طريقته ولا هو مضطر عشان ما فيش فيرويد صريح فلاعب وليد سليمان بين رمضان صبحي و بس. انا اعتقد الاغرب هيلاعب ناصر ماهر، هيدخل 4-2-3-1، لان ناصر لما نزل بصراحه رجع يعني رجعنا الشوط الثاني بامانه. ده برضو ده سلاح التسديد، قلنا رقم واحد اللي هو 20% برضو. رقم اتنين بيشوطوا من بره، ده الجون اللي جابوه في المصري تمام اهو، امومو اللي شاطها اللي هو راح سموحه ده الجون اهو. لو عرضنا برضو الصوره اللي بعدها هنلاقي فابريس نجومه، شوف شايط منين فابريس نجومه ده تمام. ده برضو في ماتش الرجاء او نهضه بركان جايبها شوطه تمام. دي يعني كور متحركه مش لعبه ثابته. الصوره اللي بعد كده جايبين التسديدات في الضربه الثابته، هم مميزين قوي في التسديدات من خارج المنطقه، دي اللي هي 12% دي اللي هي 12% بس يعني لو خدناها باكت على بعض هتلاقي كله تسديد في الاخر من خارج منطقه الجزاء. فانت لازم يعني بلاش ترتكب فاول بره منطقه الجزاء، مهم جدا لان هم عندهم فابريس نجومه وعندهم جين مارك ماكوسو بيشوطوا بشكل كويس جدا. تاني حاجه ان انت تقلل التسديد من بره، لازم تكون عامل بلوك. فانا وجهه نظري ان انت ممكن تلعب بثلاثه ارتكاز وتريح نفسك من الكلام ده، ممكن تلعب بعمرو السوليه وهشام وناصر ماهر كثلاثة ارتكاز. انت عارف انت بتتكلم، انت جايب احصائيات مهمه جدا وبتتكلم في نسبه كبيره قوي اللي هي 52% من اسلحه خطره جدا طبعا، اللي هو الكاونتر اتاك والكور الثابته طبعا. انت عارف لو وزعت لي النسب مثلا على مش عارف بيروح ناحيه اليمين شويه، في كروسات ناحيه الشمال شويه، لكن انت بتتكلم في اسلحه الكاونتر اتاك، وده سلاح رهيب قوي صعب اي فرقه اساسا تقابله، سرعه التحول، وبتتكلم في كور ثابته برده، ما انت هتقف حيطه طبعا، كل اللي هتعمله تقف حيطه والجول بيتمركز تمركز اللي هو الصحيح، لكن طبعا نسبه كبيره. والتمرير الطولي من العمق لجون مارك ماكوسو ده مهم قوي. دي اللي بقى ال 12% الاخيره اللي هي كانت عرضيه، هم عندهم دايما مارك ماكوسو بيقطع القائم القريب. الباك الشمال ده على فكره مميز هجوميا ضعيف دفاعيا، اللي هو النادي المصري بيفاوضه، ده باك شمال مميز هجوميا دايما، هو عامل زي ايه يعني، بيزيد بيشوط بيعمل عرضيات جيم زي معلول كده بس طبعا مع الفارق علي معلول افضل بكتير يعني هجوميا تمام. بيقطع دايما على القريبه، دايما الكور دي بتعمل كتير قوي. فلازم المساك اللي هو هيلعب يمين اللي هو غالبا سليف كولوبالي او ياسر ابراهيم لو اتقيد في صدره، لازم يكون في صدره، لازم ما يقطعش معاك على القريبه بالزبط. دي برده لازم تكون تعليمات مهمه بالزبط. برده لازم اللي هيلعب باك يمين سواء لاعب حسين الشحات سواء لاعب كريم نيدفيد سواء لاعب محمد هاني اعمل بلوكهم على العرضيه وهو رايح نفسي من الاول يعني اخلي العرضيه ما تطلعش الكوره يعني اعمل بلوك للعرضيه، اعمل لها اعمل منع للعرضيه ان هي توصل ما تطلعها بلغه الكوره ما تطلعهاش تمام بس تمام. فدي يمكن حاجات مهمه جدا بالنسبه لنقاط القوه. يبقى احنا قلنا القوه البدنيه، قلنا معاهم مدرب كويس جدا، قلنا الهجمه المرتده، قلنا التسديد من بره المنطقه سواء من كره ثابته او من كره متحركه، قلنا عندهم حته العرضيه من الباك الشمال على المهاجم، دي يمكن ابرز نقاط القوه يعني هم فريق شرقي. انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ 52 انا بقول لك 52% نسبه كبيره في اسلحه بتبقى صعب التعامل معاها، اللي هو الكاونتر اتاك
بسرعه جدا اي فرقه في العالم، اي فرقه في العالم بتقلق من الكاونتر اتاك، واي فرقه في العالم بتقلق من حد بينفذ الضربات الثابته. طبعا بالنسبه بقى انا كنت بقول لك 62% كمان، ده كويس ان انا ان انا خدت بالي ان نقاط الضعف. ايوه هم بقى بيستعملوا ازاي، هم على فكره فريق يعني اللعيب الافريقي دايما في حته الدفاع بيبقى عنده حته عشوائيه. تمام. بالنسبه للي هم استقبلوا الاهداف ازاي، هتلاقيها تسديدات من خارج المنطقه 4 تجوان من ال12. عشان كده بقول لحضرتك الحارس بتاعهم مش قوي قوي في حته التسديد. 4 تجوان 3 تجوان ضربات جزاء، او يعني 3 اهداف ضربات جزاء. بيرتكبوا ضربات جزاء كتير لان هم دفاع عشوائي، عندهم سنه البطء. تمام. وبالتالي سهل جدا ان انت يرتكبوا معاك ضربات جزاء. تمام. اختراق في العمق 2 والباقي 1 بقى، سواء كره عرضيه سواء تمرير طولي، لكن الاكثر التسديدات وضربات الجزاء. فده بياكد ان هم دفاعهم عشوائي. سهل جدا ضربه بحته التمرير الطولي ان انت من خلال ناصر ماهر، عشان كده قلت لحضرتك دور ناصر ماهر في الماتش ده مهم قوي. ناصر ماهر اللي هيخليك تمسك وسط الملعب، اللي هيخليك تعمل تمرير طولي في ظهر الدفاعات. احنا شفنا عبد الاله الحفيظي في ماتش الرجاء وفيتا كلوب لما عمل تمرير طولي في ظهر المدافعين وهم قدروا يكسبوا 3-0، وبالتالي دي مهم جدا دور ناصر ماهر في الماتش ده. والتسديدات هنا بقى، التسديدات من خلال رمضان صبحي، من خلال حسين الشحات، من خلال ناصر، من خلال وليد سليمان، من خلال مروان محسن. التسديدات مهمه جدا. انا هسالك على التشكيل اللي ممكن تتوقعه النادي الاهلي يا دكتور احمد، بس بعد ما اقول لك ان الحاله اللي انا شايفها، بس هختلف معاك في حاجه، ان الحاله اللي انا شايفها دي بتخليني اقول لا، ان هم عندهم دفاع قوي مش ضعيف. اقول لك ليه. انت عندك بص النسبه اللي هي ضربات ثابته على الاطراف، عندك نسبه الكرات العرضيه، عندك نسبه التمرير الطولي من في ظهر الباك الشمال، في ظهر الباك الشمال عندك الاختراق من العمق كمان نسبته برضو قليله جدا. يعني تكاد تكون صح. تكاد تكون، فده يقول لك لا، ان هم دفاعوا. ان انا اشوط من بره ال 18 دي مش مسؤوليه الدفاع، مسؤوليه الديفندرات عموما. فانت بتتكلم في الحاله الدفاعيه بشكل عام. لا بتكلم على حارس المرمى. تمام. على حارس المرمى، لكن هم عندهم سنه بطء، يعني انا بتكلم ان هم دفاع عندهم سنه بطء نقدر ان احنا نستغلها، تستغل ضربات الجزاء. لان احنا لان هم على فكره في البطوله عملوا 4 ضربات جزاء، لكن طبعا دفاعهم مش وحش. انت شايف الفرقه دي بشكل عام ازاي؟ هو فريق بشكل عام قوي جدا هجوميا. زي ما قلت لحضرتك خطورته في سرعه التحول من الدفاع للهجوم. عندهم 2 لعيبه مميزين قوي، جين ماركو ماكوسو وفابريس نجوما. دول ابرز فرقة حاجه. فرقه تقلقك انت كالجماهير بقى، السؤال بتاع الجماهير انا عارف دلوقتي. لا فرقه تقلقني طبعا. تقلقك فرقه انت قلقتني والله العظيم. لا فرقه تقلقني، فريق تقيل وفريق شرس. 52 ان شاء الله، بس احنا قادرين يعني. في بقى حاجه الأهلي كمان، الاهلي موضوع تاني اكيد، ولما بيلاقي فرقه قويه كمان قدامه بيطلع كل حاجه. يلا قول لي توقيت استقبال الاهداف، هم امتى بيستقبلوا الاهداف؟ قلت لي في الشوط الاول. في الشوط الاول بص حضرتك، من 0 ل 15 33%، 15 ل 30 33. اول إذن نص ساعه 67 او 66% في اول نص ساعه من الاهداف. اذا لازم نعمل ايه؟ لازم نسجل بدري ونامن بهدف ثاني. مهم جدا. تمام. لان هم بيرجعوا الشوط الثاني. تمام. نقطه ضعفهم الشوط الاول ممكن يكونوا ما فيش تركيز كويس. ما بيكونش مركز، ما بيدخلش، ما عندهمش تهيئه للمباراه بشكل كويس في في الشوط الاول، وبيخشوا الشوط الثاني. هم لعيبه كانوا متعودين بشكل كده يعني، ماشيين كده، حتى بدليل ان هم ما استقبلوش ولا هدف خالص في البطوله في الدقيقه من 5 في اخر ربع ساعه. لكن هم بيسجلوا في الاخر وبيستقبلوا في الاول. زميلي محمد قلبه من فريق الاعداد بياكد عليك ان لاسارتي اكد على اللعيبه الكلام ده، بتقوله لازم نجيب هدف ونامنه بهدف ثاني عشان ما نتعبش في المباراه عموما. طبعا محمد قلب متالق ده، بس عشان ما يسيبش الكنترول ويمشي. خلي بالك بعد ما يسمع الكلمتين دول. بالنسبه للارتداد بتاع الباك الشمال بقى، زي ما قلنا الباك الشمال مميز جدا هجوميا، ضعيف ايه دفاعيا. تمام. قلنا دي الكوره اللي بقول لحضرتك عليها اهي. بص الباك الشمال سرح بطيء جدا في الارتداد. دي الكوره اللي الرجاء جابت فيهم الهدف اللي كانت سبب في ان هو الرجاء ياخد البطوله. الكره دي جت هدف من ورا الباك الشمال. راح على الجون وجابها جون. اذا عندهم بطء في الارتداد الدفاعي للباك الشمال، ودي نقطه مهمه جدا لازم برضو نستغلها بوليد سليمان. لو توقع للاربعه اللي يلعبوا فوق، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، ومروان محسن. تمام. اتوقع حسين الشحات باك يمين في الماتش ده، يا اما باك يمين يا اما ممكن المدرب يقعده وينزله الشوط الثاني. مش ممكن يستعمله كديفندر ثاني مع ديفندر ثابت؟ لا صعب. صح. ممكن لو هو حب يقعد وليد سليمان مثلا ويستخدمه كبديل استراتيجي. حسين ما لعبش الديفندر دي قبل كده؟ لا لعب. لعبها. في بدايته مع المقص حسين الشحات جوكر. ما باك يمين ماشي. انا قصدي ارتكاز ثالث ماشي، صانع العاب ماشي، جناح يمين ماشي، جناح شمال ماشي، ما شاء الله يعني. لعيب مدفوع فيه الثمن ده اكيد يعني. لكن في ظل الحاله الهجوميه اللي انت بتتكلم عليها، لا لازم يلعب 2 ديفندرات، بمعنى 2 ديفندرات. لازم 2. وبعدين عمرو السوليه وهشام هما اللي ماشيين بشكل كويس في الفتره الاخيره دي يعني. ماشيين
ويعني ممكن انا شايف ان ناصر ماهر ممكن يدخل كارتكاز ثالث لو انت عايز تلعب الحته دي، يبقى ممكن تدخل مثلا عمرو السوليه في العمق، هشام على اليمين، وناصر ماهر وحسين الشحات او وليد سليمان ورمضان صبحي الناحيه الثانيه قدام مروان. جميل. اصل لازم برضو المدرب يكون حاطط تكتيك معين، ان انت مثلا الشوط الثاني عايز بديل استراتيجي، واحنا عاملين الصفقات دي كلها عشان يبقى عندنا دكه قويه. فدي يا رب تكمل، فدي يا رب حاجه الدكة تكمل. بس يا احمد على الاصابات اللي بنشوفها دي، اصابات يعني ما تجيش في البال ولا على الخاطر، بس هتكمل ان شاء الله. يا يعني رب ان شاء الله هناخد افريقيا السنه دي. يا رب يا رب ربنا يسمع منك يا رب. عندك ايه تاني؟ ده بالنسبه بقى للصفقات. يعني لو عرضنا رمضان صبحي، رمضان صبحي طبعا انا بعتبره واحد من افضل يعني الصفقات اللي جت النادي الاهلي. لعيب تقيل قوي، اكيد لعيب قوي جدا بدنيا. يعني يا ريت الناس تركز معاه دايما في الالتحامات. رمضان قبل ما يسافر ما كانش كده في الالتحامات، لما رجع نلاحظ ان هو قوي جدا بدنيا. يمكن في الماتشين اللي لعبهم لعب 180 دقيقه، اتسبب في هدف طبعا في الماتش الاولاني اللي كان قدام بيراميدز، صنع فرصتين، عامل 7 مراوغات ناجحه، فده دليل ان هو لعيب مهاري بيروح بيعدي في واحد على واحد. الدور الدفاعي عنده كبير قوي، 13 مره فقد الكوره، 16 مره عامل 13 تمرير طولي، وده بياكد ان هو لعيب بيديك تمرير طولي لقدام، لعيب مميز بحته الرؤيه. دقه تمريراته الطوليه 49%، دقه تمريراته القصيره 74%، وبياخد فاولات. رمضان مكسب بالتاكيد في الجنب ده. رمضان لعيب تقيل من الصفقات الجديده المفيده جدا للنادي الاهلي. أكيد. رمضان مع ناصر ماهر، اعتقد ان غياب محمد محمود ناصر ماهر ان شاء الله يقدر يعوضه، وصالح جمعه باذن الله لما يرجع بدنيا اكتر يقدر يعني الاثنين دول تحديدا يقدروا يعوضوا حته صانع الالعاب. وناحيه اليمين هيبقى وليد سليمان وبديله، يعني مش بديله اللي هو يعني انت دايما بتحط اثنين لعيبه في كل مركز. يعني انا اتكلمت مترقمين. انت عندك هنا في الشمال رمضان صبحي اجايه، في يعني صانع الالعاب ناصر ماهر صالح جمعه، ناحيه اليمين هيبقى وليد سليمان ممكن يخش معاهم احمد الشيخ، وعندك كمان مين؟ حسين الشحات، راس الحربه عندك وليد ازارو، عندك مروان محسن، عندك صلاح محسن، دول كده الحته اللي قدام. في الارتكاز عندك هشام محمد وعمرو السوليه وحسام عاشور، وهيجي معاهم ان شاء الله حمدي فتحي. بيتكلم بصفه عامه يا قلبه، يعني ده بتكلم كقائمه افريقيه. بالنسبه بقى للدفاع، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سليف كولوبالي، طبعا هو في الاقرب ان هو طبعا هيمشي. هيبقى ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد نجيب. ناحيه اليمين هيبقى في احمد فتحي، في حسين الشحات ممكن تحطه، في كريم ندفد ممكن تحطه. يعني عندك جواكر، يعني جواكر في عندك جواكر. ايمن اشرف يعني معلول بيلعب راس حربه، بيلعب بلاي ميكر، بيلعب عليه. جناح يمين، بيلعب جناح شمال. وعلى فكره اجايه لما يرجع هيلعب راس حربه، لان الحته دي اجايه لما يرجع هيفيدك قوي في حته راس الحربه، المحطه لما يبقى تحته رمضان، لما يبقى تحته حسين الشحات، لما يبقى تحته ناصر ماهر. لا الفرقه بصراحه ماتش سموه حتى في الشوط الاول تحس ان الفرقه تقلت، بس الفرقه محتاجه وقت. يعني المشكله ان احنا داخلين على بطوله افريقيا والفرقه محتاجه وقت، حتى الراجل يبدا يعرف اللعيبه، يبدا يعرف مثلا امكانيات حسين الشحات، امكانيات رمضان، امكانيات وليد، هو ذات نفسه لسه مش عارف اللعيبه. يعني انت المدرب دايما بيحتاج 5 أو 6 مباريات عشان يتعود، ولكن هو دخل في دور المجموعات مره واحده وبيقابل فرقه زي فيتا كلوب، اللي هي انا بعتبرها من اقوى الفرق، اقوى 4 فرق يمكن، النادي الاهلي، فيتا كلوب مثلا، مازيمبي، الوداد، الترجي، يعني دول اقوى مثلا 5 فرق في البطوله. بالزبط. فانت يعني فيتا كلوب منهم، وبالتاكيد ان شاء الله نصعد مع فيتا ولاسارتي في دور المجموعات يقدر ياخد فكره بشكل كويس، يقدر تدريجيا مع التدعيم اللي داخل مثلا ياسر ابراهيم، مع التدعيم بحمدي فتحي، ممكن لو جات مثلا صفقه كمان اللعيبه هتسهلها عليه كمان يا احمد. طبعا اللعيبه كمان هتسهلها كمان، كل ما تبقى اللعيبه تقيله في الفرقه بتسهل بشكل كبير جدا على المدرب. لا هتسهل عليه كمان ان هو يتعرف عليها، اللعيب بامكانياته طبعا بيخلي المدرب سهل قوي ان انا اتعرف على الدكتور احمد ثابت. لا ده بيتكلم في الكوره كويس قوي، بيبان الامكانيات زي رمضان صبحي. بالزبط. رمضان صبحي انت جايب لعيب من ستوك سيتي، الناس تقول لك انت ازاي تدفع مبلغ زي ده في لعيب مثلا؟ يا جماعه ده رمضان صبحي جاي من الدوري الانجليزي، مش هيطلع بشكل يعني مش هتدفع فيه الثمن ده غير لما يكون واحد جاي من الدوري الانجليزي. بالظبط. لعيب تقيل، لعيب بيلعب منتخب دولي، لعيب محتاج مباريات، 4 أو 5 مباريات وهتاخد منه. اثبت الكلام ده في اول مباراه جه لعبها في ماتش بيراميدز، ان هو لعيب دولي، اللعيب التقيل بيبان في الملعب. يعني معلش مع احترامي، انا شفت في ماتش الترجي للنادي الاهلي بعض اللعيبه كانت خايفه بكل صراحه في الماتش في رادس، كان بعض اللعيبه خايفه، ما عندهاش الثقه، ما عندهاش الحاميه بتاعت جماهير النادي الاهلي او روح الفانله الحمراء. لا رمضان في الحته دي، رمضان تحس ان هو قائد وهو مش لابس الشاره. فالجبهة الشمال عامل جبهة قوية قوي، رمضان ومعلول، والجبهة الثانية إن شاء الله السنة منه كتير قوي كمان. رمضان ناقصه حاجة من وجهة نظري، ناقصه التسجيل. رمضان لو سجل
هيبقى في حته ثانيه خالص. لازم رمضان يركز على التسجيل، يطور حته التسجيل. يعني في مباراه سموحه جات له كره سهله قوي في الاخر، كان تقدر ان انت تشوطها وتسجل. لو انت لو رمضان سجل رمضان لو سجل هيبقى احسن لعيب في مصر من وجهه نظري، لان هو عنده المهاره وعنده الرؤيه وعنده القوه البدنيه. ناقصه ان هو يجيب اهداف، لازم يبقى معدلك في الموسم، لازم يركز على كده، معدله في الموسم يكون 10 اهداف. لعيب زي رمضان ده ما ينفعش مثلا يبقى هو خلاص عامل اسيست مثلا 8 وما بيجيبش جوان. لازم الجناح العصري محمد صلاح اللي مخليه كده ما شاء الله عليه، ان هو بيجيب هدف من الهدافين، اللي مخليه احسن لعيب في افريقيا كل سنه عن ماني، ان هو من الهدافين. دي اللي بتفرق لاعب عن لاعب. بالظبط. تريزيجيه برده اللي كان مأخره الأهداف. فدايما اللاعب الجناح ده مهم جدا ان هو يطور حته التسديد، ويعني حته الاهداف مهمه جدا. الاهداف دايما بتميز اي لعيب. انا معاك، بتفق معاك تماما. بشكرك شكرا جزيلا. انت خوفتني شويه بس ان شاء الله الاهلي يعني ان شاء الله هنكسب. يعني مفيش بقى قدامنا حلول خلاص، لازم نسجل هدف بدري ولازم نأمنه، دي مهمه جدا. لازم نخلي بالنا من نقاط القوه ونقاط الضعف، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي ياخد البطوله السنه دي باذن الله. 52% ولا 62؟ في ناس هتتفرج علينا مخصوص، خلي بالك. نورتنا وشرفتنا يا دكتور. دايما بنستمتع بيك وبتحليلك الفني وباحصائياتك بسرعه لان احنا وقتنا خلص. بتلاقي وقت من فين انت تفضل الكوره، وبتلاقي وقت من فين انت تفضل دراستك كتبك؟ في لما بيكون في ماتش مش عارف اتفرج عليه بسجله. في الزميل تامر احمد ماسك السوشيال ميديا في النادي الاهلي على طول بيسجل المباريات. يعني بشكره جدا. لما بيبقى في مثلا حاجه في نبطشيه او حاجه بيسجل المباريات على طول. دكتور شاطر زي ما انت محلل شاطر. الحمد لله. ربنا يوفقك ان شاء الله، نشوفك احسن دكتور واحسن محلل كمان. دايما بتنورني وتشرفني في بيتك بقى الاهلي. ده الشرف ليا، وبسعد دايما بالتواجد في قناه الاهلي وبسعد بالتواجد مع حضرتك. شكرا شكرا جدا. الدقيقه كان اهم كلامنا عن مباراه فيتا كلوب مع النجم احمد ثابت. دي كانت فقرتنا الاولى. بعد الفاصل هتلتقوا بالنجم الكبير كابتن خالد العاضي والحديث عن حصاد الالعاب الاخرى بالنادي الاهلي في هذا الاسبوع. دايما بتشرف بيكم ومع الف سلامه.